طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هيا العافية نعم سيدي، كانت وانا والخاوة كان بنغلو البرن. انتوما كتشوفوا اخوتنا كانت قاتلو انا والخاوة هنايا، كانوا طلعوا من البرامل والبومبيروسات كيمشيو يجوا مع الطريق. ايوا نقول لك اخي احنا ما ندخلو ما والو، خير راسك ولا دبر راسك. مشاونا نحيلة العائلة، مشا كلشي مشا، كلشي مشا بالطحينة، المعيشة ديال الإنسان كاملة مشات، ما بقاو معاز، ما بقاو نحال، ما بقاو حتى شي حاجة. نقولو مصابعين البشر يعيش بعد وشيط، هاديك واحد الكرامة. حنا اللي مشات تذرينا في البقار وفي الغلام، مشاونا النحال، مشاونا كلشي، الزرايب، الجبوحة، كلشي تحرق، مشاو الزروب، مشاو الغراس، كلشي مشا. وحنا باقين في خطر هنايا في الدار هذه، هي عندنا الزرع هنايا وعندنا كلشي، انتم كتشوفوا على عينكم كلشي باين، وما كاينش الكاميون والمطافي كيدوزوا من هنايا، ما بغى حتى شي واحد يدخل عندنا هنايا. كيقول لك احنا السيرفيس ديالنا كنعرفوا نديروه، ما عرفناش شنو كيديروا. الواحد كيتحرق وكيتضر ويقول لك احنا دايرين السيرفيس ديالنا ودايرين الخدمه ديالنا. دابا انتم كتطفيو راسكم. احنا كنطفيو راسنا، انت كتشوف كنعمروا الماء في البرامل وكنقلوا انا والخاوه في الدور. هذا شحال من هذا الدور؟ انا الدور بدات هي من هنا من الدور تازيه، جات هنا تضروا الناس اللي هما نافا مسملين هما اللي تضروا بصح، ومازال العافيه راه في دار الحاج تازيه، وصلت فحال انت كزارت مشات لدار بجا، والناس هذم كاملين هما تضروا. او لا حول ولا قوه الا بالله. قبيله السيد ديار المنازل كيتحرقوا بالكسيبه ديالهم، كلشي ديالهم، والناس ديال الاطفاء جالسين في الطريق. ملي هضرنا مع السيد قلنا له مازال الله يودي حشومه عيب هذا الشيء، هذا الدار كتحرق وكذا وهذه، قال لك اسيدي انا ما هذه ماشي ديال لابيست ولا زدت عليا نوقف هذا الشيء، هذا حشومه عيب، ما كاينش شي واحد، ما كاينش شي واحد اللي يقدر يقول لك هذه الهضره هذه في هذه الدار في هذه، والناس كتحرق كتحرق. مش غنقول لك القلوب ديالهم راه محروقين، ماشي المنازل ديالهم، ما كاينش شي مجهودات كتبدل، ما كاينش شي مجهودات ولا شي واحد شي مسؤول اللي عادي مثلا غيقوم بالواجب. الطياره شفناها جات دازت هنا مره واحده ولا جوج مشات ما رجعتش، الناس ديال الاطفاء كيمشي اخر ما كيرجع، كيجي كيشبر كيباركي لك الكاميون وكيشبر التليفون كيعمل لك السيلفي هيدا مع العافيه. حشومه صاحبي، واش هاد الساعات السيلفيات هاد الساعات ديال الكفاح وهادي، والانسان راه كيلا نقادتي واحد الانسان ونقادتي واحد السكينه ونقادتي واحد القريه ونقادتي واحد الشجره ونقادتي بزاف ونقادتي واحد الحيوان ونقادتي بزاف، راه عندك واحد الاجر فهمتي انت كذا بالسلفيه هيدا صار. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دابا كتحاولوا تطفيوها راسكم بيدكم. انتينا كتشوف احنا كنعمرو حتى الماء ما عندنا شي كافي باش نطفيو، كنعمرو عيب السطوله والبرامل وكدوز في طار كتافه وكتمشي كتبقى كتجري كتروش على العافيه. الله انتينا كتشوف كاملين محروقين محنسين مكفسين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتوما كتشوفوا كلشي مشى، هاد الغابة هادي كانت عندنا فيها جبوحة فيه من النحل احترقوا ومشاو. هنايا واحد عمي هنا عنده شي نحل حتى هو مشى، والناس اللي ما عارفينش كاملين مساكن تضروا. خليفة على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.